دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نحل مسائل صعبة عن تمثيل القطع الزائد. سنضيف القطع الزائد لنفعل هذا فوق x ناقص 1 تربيع على 16 ناقص y زائد 1 تربيع على 4 يساوي 1. أول شيء ندركه هو أن هذا قطع زائد، وسنحل المزيد من الأسئلة في عدة عروض، حيث أن النقطة الأولى التي يجب القيام بها هي تحديد نوع القطاع المخروطي لدينا، والخطوة الثانية تكون تمثيل القطع المخروطي. وقد قلت لكم أننا سنحل أمثلة على القطع الزائد، إذا هذا قطع زائد كما تعلمون، لكن الطريقة التي ندرك بها أنه لدينا عبارة ناقص y تربيع ولكنها مزاحة، والشكل المألوف للقطع الزائد أو القطع الزائد المتمركز على صفر سيبدو هكذا، خاصة إذا كان لديه خطوط تقارب مزاحة لكن متمركز على صفر، فسيبدو هكذا x تربيع على 16 ناقص y تربيع على 4 يساوي 1. والاختلاف بين هذا القطع الزائد وهذا هو أن مركز هذا القطع يقع على النقطة أو مركز هذا القطع يقع على النقطة هنا 1 أو x تساوي 1 وناقص 1 أو y تساوي ناقص 1. والطريقة التي سنفكر بها هي أن x تساوي 1 ستجعل كل هذه العبارات تساوي 0، ولهذا السبب هو المركز، و y تساوي ناقص 1 ستجعل العبارة تساوي 0، وهنا بالطبع المركز هو الأصل، المركز هو 0.0. إذن الطريقة السهلة لتمثيل هذا هي أن نرسم هذا، لكن سنقوم بتحريكه ليكون لدينا المركز هو 1 وناقص 1 بدلا من المركز 0.0. ودعونا نرسم ميل خطي التقارب هنا، ثم نستطيع تحريك الميلان ليكون هذا مناسبا للقطع الزائد هنا. فإذا نذهب مع هذا لنجد y، هذا ما أفضل فعله عندما أرسم القطع الزائد. إذا لدينا ناقص y تربيع على 4، نطرح x تربيع على 16 من كلا الطرفين ناقص x تربيع على 16 زائد 1. إذا أنا أقوم بعمل هذا القطع الزائد وليس ذاك، سأحركه لاحقا، ثم سنضرب كلا الطرفين بناقص 4 ونحصل على y تربيع يساوي، انظر لقد حذف السالب مع السالب، إذا 4 على 16 يساوي x تربيع على 4 ناقص 4، و y يساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل x تربيع على 4 ناقص 4. ولإيجاد خطوط التقارب علينا أن نفكر بماذا سيحدث إذا كانت x تقترب من ما لا نهاية الموجبة أو السالبة، إما تكون موجبة أو سالبة، وقد قمنا بهذا عدة مرات وأعتقد أنه مهم، وهو أهم من حفظ الصيغة لأنه يعطيك فكرة حول موقع معادلات خطوط التقارب، لأنهم أصل التمثيل هذا أو هذه المعادلة أو وظيفة الاقتراب، حيث x تقترب من ما لا نهاية موجبة أو سالبة، فإذا كانت x تقترب من ما لا نهاية موجبة أو سالبة هنا y تكون قيمة y تقريبا في هذه الحالة. حسنا، مرة أخرى هذه العبارة هي السائدة، هذه 4 هنا، ويمكنك أن تتخيل عندما x
تساوي موجب أو سالب عدد ضخم جدا، يمكنك تخيل ذلك على أرض الواقع. نأخذ الجذر التربيعي لذلك، وهذا هو السائد. إذا كم كلما اقتربنا من ما لا نهاية موجبة وسالبة ستكون واي مساوية تقريبا للجذر التربيعي الموجب أو السالب لإكس تربيع على 4. إذا واي تقريبا تساوي موجب أو ناقص إكس على 2، ولنقم بهذا، لنقم برسم خطي التقارب، وتذكر هذا خط التقارب لهذه الحالة فقط. الآن سنتمركز عند 1 و -1، إذا سأرسم خطان مع هذان الميلان، مع الميلان نصف وناقص نصف، سيكونان متمركزان على هذه النقطة. لقد تخلصت من الإزاحة والآن بإمكاني إيجاد خطي التقارب، لكن بالطبع هذا هو الشيء الحقيقي الذي نحاول رسمه. دعوني أفعل هذا. هذا هو محور Y، وهذا محور X، ومركز هذا سيكون 1 -1، واي تساوي ناقص 1 واكس تساوي 1، واي ميلا خطي التقارب ستكون موجب وسالب نصف او 1/2. لنفعل الآن موجب نصف، هذا يعني لكل 2 نقطعها، فإذا اتجهنا إلى X بموجب 2، إذا نذهب إلى 2 على اليمين وفي الأعلى إلى 1. هذا الرسم الأول، دعوني أرسم الخط. شيئا يشبه ذلك، ثم نرسمه من هذه النقطة التي يجب أن تكون يدي ثابتة. أجل هذه النقطة، ومن ثم الخط الآخر سيأخذ الميل ناقص نصف، وتذكر أن المركز 1 -1، وأذهب للأسفل 1. فعندما أذهب لـ2 أذهب للأسفل 1. دعوني أرسم الخط هنا، هذا الخط، ومن ثم لإكماله من الاتجاه الآخر سأجعل الخطان متداخلان، فسيكون هكذا. إذا قمنا برسم خطي التقارب لهذا السؤال، والآن علينا تحديد ما إذا كان قطع زائد عمودي أو قطع زائد أفقي، والطريقة الأسهل لنفكر بها هي أن نحاول عمل، ويمكن فعل هذا بطريقتين. يعني إذا كنت تنظر إلى هذه المعادلة، عندما نأخذ الجذر التربيعي الموجب سنكون دائما تحت الخط بقليل. خط التقارب هو هذا الشيء، لكننا دائما نكون تحته بقليل، وهذا الشيء يخبرنا أنه علينا دائما أن نذهب أسفل الخط بقليل على الجذر التربيعي الموجب، وسنذهب دائما أعلى من الخط بقليل على الجذر التربيعي السالب، لأنه سيكون أقل بعض الشيء وهو سالب. لكن سأدعكم تفكروا في هذا باعتقادي أنه يجب أن يمر هنا وهنا، وهذا أكثر من مجرد اعتقاد. أعلم أنه سيكون أقل من الجذر التربيعي السالب، لكن سأقوم به بالطريقة الأخرى. إذن الطريقة الأخرى هي ماذا سيحدث؟ عندما تكون العبارة صفر، عندما تكون هذه العبارة صفر، X يجب أن تساوي 1. وهل يمكن أن يحدث هذا؟ هل يمكن أن X تساوي 1؟ وفي هذه الحالة ستكون العبارة تساوي 0، ومن ثم لدينا وضع حيث هنا تساوي 0، وناقص Y تربيع على 4 يساوي 1. إذا أو هذا يجب أن يكون عدد سالب، إذا X لا يمكن أن تساوي 1، إذا Y يمكن أن تساوي ناقص 1. لنجرب، إذا كانت Y تساوي ناقص 1،
إذا كانت y تساوي ناقص واحد فستختفي هذه العبارة عندما y تساوي ناقص واحد. إذا ناقص واحد زائد واحد يساوي الصفر على أربعة ويساوي الصفر، فعندما y تساوي ناقص واحد سيتبقى لدينا x ناقص واحد تربيع على ستة عشر يساوي واحد. لقد قمت بحذف هذه العبارة، عندما y تساوي ناقص واحد نضرب كلا الطرفين بستة عشر. دعوني أقوم بهذا هنا، x ناقص واحد تربيع يساوي ستة عشر. نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين، x ناقص واحد يساوي زائد أو ناقص أربعة، وبالتالي إذا كانت x تساوي 4 فإذا أضفنا 1 x تساوي 5، ثم إذا كانت x ناقص 1 تساوي ناقص 4 وقمنا بإضافة 1 نحصل على x تساوي ناقص 3. إذا النقطتان الأقرب إلى المركز هما 5 ناقص 1 وثلاثة ناقص واحد. دعونا نقوم بتحديدهم، إذا خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وهنا ناقص واحد، ولدينا ثلاثة وناقص واحد، لكن هذا لا يبدو صحيحا، ما الذي أفعله؟ لا، هنا ناقص ثلاثة لأن x ناقص واحد يساوي ناقص أربعة، هذا ما سيحصل عندما نهمل الخطوات. دعوني أكتب هذا، x ناقص واحد يساوي أربعة و x ناقص واحد يساوي ناقص أربعة، وإذا كانت الحالة ناقص أربعة x تساوي ناقص ثلاثة. إذا لنذهب واحد اثنان ثلاثة ناقص ثلاثة وناقص واحد، إذا هذه هي النقاط على القطع الزائد، وبالتالي كان حدثنا صحيحا، أو كان كما قلت أن الجذر التربيعي الموجب دائما ما يكون هنا أسفل الخط، وبهذا نحصل على المنحنى، سيكون هكذا، سيقترب أكثر وأكثر، وهنا سيقترب أكثر من هذا الاتجاه، وسيقترب أكثر من هذا الخط، وهنا سيقترب أكثر وأكثر من هنا هذا الخط، وعلى ذلك الجانب من ذاك الخط أو الاتجاه، وبالطبع خطي التقارب سيمتدان إلى ما لا نهاية. وإذا كنت تريد أن تجرب بنقاط أخرى للتأكد من ذلك، يمكنك تحديد هذه النقطة هناك أو هذه النقطة هنا من أجل إثبات الناتج. الجزء الأصعب هو تحديد خطي التقارب وتحديد ما إذا كان على اليسار أو على اليمين أو للأعلى أو للأسفل، وهكذا انتهينا من المسألة، ويمكنك رسم القطع الزائد. أراكم في الدرس القادم.